أولاند يقول إن فرنسا أمامها معركة طويلة مع الإرهاب بعد مقتل أكثر من 80 شخصا في حادث دهس بمدينة نيس. مصر تدين حادثا يسر وتعرب عن تضامنها التام مع فرنسا ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. ردود فعل عربية ودولية منددة بهجوم نيس ودعوات لتكاتف دولي لمحاربة الإرهاب. هذه الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية هناك بتوقيت جرينتش، موعد لقراءة إخبارية جديدة. أهلا بحضرتكم. أهلا بكم. وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده أمامها معركة طويلة مع الإرهاب. تأكيد أولاند جاء خلال كلمة ألقاها من مدينة نيس جنوبي فرنسا أثناء تفقده للمدينة عقب مقتل أكثر من 80 شخصا في عملية دهس بالأمس. وأشار أولاند إلى أن فرنسا تتواصل دعمها لقيم الديمقراطية والحرية في العالم على الرغم من الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها. وأضاف في حديثه أن هناك 50 شخصا بين الحياة والموت من إجمالي أكثر من 100 شخص أصيبوا في هذا الاعتداء. كان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق الحداد الوطني 3 أيام بدءا من الغد وحتى الاثنين إثر هجوم مدينة نيس. وقد قام أولاند اليوم بزيارة إلى مدينة نيس ليلتقي بقيادات القوات الأمنية والإسعاف لتفقد مصابي هجوم نيس واستعراض تطورات هذا الحادث. كان الرئيس الفرنسي قد عقد اجتماعا مصغرا لمجلس الأمن والدفاع للوقوف على تطورات هذا الهجوم الذي وقع عندما انطلق مهاجم بشاحنة مسرعة صوب حشد كان يشاهد عرضا للألعاب النارية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي. أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص التعازي والمواساة للرئيس الفرنسي وشعبه، مؤكدا عن تضامن مصر التام مع فرنسا ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب. السيسي أعرب عن ثقته في أن مثل هذه الأحداث الإرهابية ستزيد الشعوب إصرارا على مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الآفة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم دون تفريق. رعب وفوضى ساد المشهد بعد الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، فما أن انتهى عرض الألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي حتى انقضت شاحنة كبيرة بسرعة قصوى دهست حشدا كبيرا من المشاركين، وقام قائدها بإطلاق النار بكثافة على المواطنين، ما تسبب في سقوط عشرات القتلى والمصابين في المدينة الواقعة جنوب شرق فرنسا على الحدود مع إيطاليا. وتمكن رجال الأمن من قتل سائق الشاحنة التي عثر فيها على أوراق هوية باسم فرنسي تونسي عمره 31 عاما ومحل إقامته في نيس، لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الأوراق هي خاصة بمنفذ الاعتداء. نحن في حالة حرب مع إرهابيين يريدون إيذاءنا مهما كلف الأمر وبأعنف الطرق، لذا ستحشد وزارة الداخلية القوات وتكثف الخدمات الأمنية. لقد قررت إرسال 70 من خبراء الشرطة الفنيين لجمع واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لجمع جثامين الضحايا وتسليمها لذويهم بأقصى سرعة ممكنة وتوفير الدعم النفسي لهم. وعلى كورنيش برومناد ديزانجلي المحاذي للبحر والذي يقصده السياح من مختلف أنحاء العالم انتشر الرعب بين المشاركين في الاحتفالات وانتشرت عشرات الجثث والجرحى. وفي رد فعل سريع من جانب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قام باستدعاء احتياطي الجيش من المواطنين لتعزيز صفوف الشرطة، ووجه خطابا للأمة الفرنسية من قصر الإليزيه معربا عن دعمه لأبناء مدينة نيس وتضامنه معهم. لقد قررت تمديد حالة الطوارئ التي ستنتهي في 26 من يوليو الجاري ل3 شهور. لن يوقفنا أي شيء عن دحض الإرهاب، بل وسنعزز عملياتنا في سوريا والعراق، وسنواصل الدفاع عن أراضينا بضربهم في مناطقهم. ومن جانبها أعلنت إيطاليا تعزيز الإجراءات عند معابرها البرية الثلاثة إلى فرنسا بعد الهجوم تحسبا لأي أعمال إرهابية أخرى ولمحاولة القبض على الجناح. ومعنا من باريس للتحليل الأستاذة نجاة عبد النعيم مديرة مكتب الأهرام بباريس. أستاذة نجاة مساء الخير. مساء النور يا فندم. بداية كيف تقيمين هذا الحدث الإرهابي الأخير والذي حدث في مدينة نيس في ظل تكرار الأحداث الإرهابية في فرنسا؟ إذا تحدثنا بداية من أو عن التكنيك المتبع هذه المرة. يعني هو في كم فردية وحتى الآن يعني لم نستقر أو لم يستقر المحللين على يعني تصنيف هذا العمل، وفي خلال ساعة من الآن هيبقى في مؤتمر صحفي سيتحدث المدعي العام عن يعني الأسباب وملابسات الحادث، إنما الطريقة المستخدمة يعني وارد جدا إنها ممكن تكون من الإرهابيين، لأنه كان في عام 2014 كان تم وضع فيديو عن طريق جماعات داعش الإرهابية يعني بتحفز المسلمين على يعني استخدام هذه الآلية اللي هي دحس المواطنين بعربيات سريعة. طب أستاذة نجاة، يعني استخدام هذا التكنيك بالدهس هل يعني نجاح فرنسا في استخدام استراتيجية أمنية ضد عمليات التفجير مثلا أو تأمين الحدود؟ لا، هو طبعا دلوقتي في مشكلة في النواحي الأمنية، لكن برضو بنقدر نرجحها لأكثر من سبب. المشكلة يعني قوات الأمن حقيقي يعني كانت منهكة للغاية، لأن كلنا نعلم أن فرنسا بقى لها أكثر من شهر وهي في حالات تأهب عظمى، في حالة رفع للطوارئ، في تكثيف أمني. يعني كان عندهم طبعا كأس أوروبا زي ما احنا عارفين وتم تأمينه على أعلى مستوى وعدى بسلام. امبارح كان في العيد الوطني وكان الرئيس فرانسوا أولاند ويعني المدعوين من الرؤساء والمسؤولين كانوا في الشانزليزيه، وبرضه تم تأمين الاحتفالية بسلام. كانت باريس كمان كانت مؤمنة على أعلى مستوى. الاحتفالات اللي كانت في شان مارس اللي هي عند برج ايفل يعني الاطلاق الالعاب الناريه كانت مؤمنه ايضا على اعلى مستوى. ربما يكون هناك تخاذل امني في منطقه نيس. يعني استاذه نجاة يعني بقاعده بيانات للاجهزه الامنيه وايضا التعامل مع الارهاب بشكل اكثر صرامه كما اكد فرانسوا أولاند او استراتيجيه امنيه دوليه جديده. برايك كيف او يعني ستقوم فرنسا في خلال هذه المرحله او المرحله القادمه باتباع آلية جديده واستراتيجيه جديده ان كانت من بين هذه الاقتراحات في التصدي لموجه الارهاب؟ بالطبع، وحتى وزير العدل قال لسه في المؤتمر الصحفي اللي كان يعني لسه خالص لتوه ان يعني في اجراء هم يعني مش هيحطوا العيب عندهم، انما كتير جدا من السياسيين والشخصيات والمحللين راوا ان لازم القانون الفرنسي يتم فيه بعض التغييرات، لان هناك يعني بعض التخاذل في التعامل مع الإجرام بصفة عامة، وخاصة إن دلوقتي فرنسا بقت معرضة يعني بدرجة عالية جدا لعمليات إرهابية، فلا بد من آلية جديدة للتعامل مع أيا كان بقى المساجين السابقين أو لديهم ملفات أمنية خطيرة أو من صحيح اللي هم الإجراميين. تمام، بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من باريس الأستاذة نجاة عبد النعيم مديرة مكتب الأهرام بباريس، شكرا لك. كما أدان شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب حادث الاعتداء الإرهابي المروع في مدينة نيس، مشددا على أن من يرتكبون مثل هذه الأعمال الإرهابية يسفكون دماء الأبرياء مفسدون في الأرض. بدورها أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع والذي شهدته مدينة نيس بفرنسا. وأكدت الخارجية تضامن مصر مع فرنسا ومواساتها لأسر الضحايا وتمنيتها للمصابين بالشفاء العاجل. كما شددت الخارجية في بيانها على أن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة والتي لا تفرق بين أشخاص ينتمون لأي ديانات أو جنسيات لا تستهدف سوى التدمير وترويع الآمنين ومعاداة الإنسانية بكافة صورها لن تزيد المجتمع الدولي إلا قوة وصلابة في مكافحته آفة الإرهاب. يأتي هذا بينما توالت ردود الأفعال التي تدين الهجوم الإرهابي المروع الذي شهدته مدينة نيس بفرنسا. من جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته الشديدة إزاء العملية الإرهابية، كما أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وقوف بلادها بجانب فرنسا في المعركة ضد الإرهاب. يوم عيدها الوطني خيم الحزن على فرنسا مجددا إثر الاعتداء دهسا بشاحنة على الجموع المشاركة في الاحتفالات بمدينة نيس.